بسم الله الحمد لله ربنا اجعلنا رافعين لرايات التوحيد يا كريم يا واحد يا صمد ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. عندك حد يجي يقول لك كيف هاي انا مديتك المال ما ينفعش المال من يجيب مديتك باتباع غير الاتباع كل واحد له شأنه يبنيه نعود ان شاء الله.